أحد المتدينين ينقل المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا في يوم من الأيام جلس وأخذ يفكر مع نفسه: أنا الآن إذا جاءني الموت، نحن الآن إذا جاءنا الموت ونحن في هذه اللحظة، لأن الموت لا يرسل إنذار وإنما يأتي لحظة واحدة، ماكو فرق بين شاب وبين شيخ وبين صغير وبين كبير. اقرأوا إعلانات الوفيات: مات عمره 26 عام، مات عمره 50 عام، مات عمره 15 عام. الموت لا يعرف سنا معينة. فكر أنه أنا الآن إذا جاءني الموت وأنا في هذه الحالة، كيف ألاقي الله سبحانه وتعالى؟ قال: لعله إذا أقدر أنا في كل يوم مرتكب ذنب واحد. الذنب هواي خفيف المؤونة، الذنب ما يحتاج إلى مؤونة، تجلس تعيب شخصا هذا ذنب، مو فقط ذنب، من الكبائر أيضا، يعني مو ذنب صغير، ذنب كبير مسقط للعدالة. تمر امرأة تنظر إليها نظرة محرمة، هذا ذنب. تغتاب شخصا، هذا ذنب. تدخل في البيت وتخاشن مع زوجتك وأطفالك خارج حدود التأديب الشرعي، هذا ذنب. عاشروهن بالمعروف. ضربت الطفل إلى أن احمر أو اخضر، هذا ذنب وعليه الدية، دية مذكورة في الكتب الفقهية. يعني الذنب شيء متوفر. الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. في كل لحظة الشيطان يأتي فجأة. فهذا هو رجل متدين اللي قدر أنه مرتكب في كل يوم ذنبا واحدا. زين، أنا كم عمري؟ حوالي 60 عام. الآن ألاقي الله حسب ب21,521,000 ذنب و500 ذنب. كيف ألاقي الله سبحانه وتعالى؟ هذا التفكير خطر بباله وإذا به يسقط ميتا من هول المصيبة ومن هول هذا التصور. حقيقة واحد يلاقي الله سبحانه وتعالى ب21,500 ذنب، هذا كيف يواجه الله بهذا الوجه؟ كيف يلاقي الله سبحانه وتعالى مع هذه الذنوب التي أثقلت ظهره؟ الحقيقة هذه الأشياء تجب الدقة فيها. التوبة أثرها محو هذه الآثار.